Frère Alicom, normalement c'est l'heure de notre atelier. Nous avons Oustad Saleh qui est avec moi pour me dire est-ce que le son et la vidéo est correcte. Normalement, on est dans le junior. مساء الخير عليكم زملائي، كما كان أشار لي أستاذ صالح في الإعلان اللي داروا اليوم، راح نتحدثوا على الإشراف العيادي عند المختصين في الصحة النفسية وفي علاقة المساعدة وأهمية هذا الإشراف في الأداء تاعنا في الأداء تاعنا كمختصين كممارسين الصحة النفسية وكذلك في علاقة المساعدة، كيف نستطيع أن نستمر في هذا العمل الذي هو في الحقيقة صعب جدا لأنه تأثيراته كبيرة جدا على المستوى النفسي والمستوى المعرفي كذلك، لذلك يستوجب علينا المحافظة كذلك على هذه القدرات التي يتحلى بها المختص النفسي من أجل القيام بهذه المهمة اللي هي العلاج النفسي أو المساعدة. إن شاء الله برك أستاذ صالح يكون معنا ونقول لي برك أسكو الصوت راه مليح، نستناو ربما كلكو مينيت باش نبداو. مانيش عارف أستاذ صالح اسكو راك معانا، شفت اسمك طلع على هنا مي مانيش عارف اسكو راك معانا، اسكو الصوت تاعي راه مليح موش مليح، ننتظر فقط ان ميساج دو كونفيرماسيون باش هكا نقدر نبداو المحاضرة تاعنا بالعقل. اللي راه معانا في اللايف اللي راهم يشوفوا في اللايف يكتبوا لي ميساج برك باللي الصوت راه مليح هاكا باش نقدر نعرف. Donc aujourd'hui, on va parler de l'importance de la supervision clinique pour les praticiens de la santé mentale et de la relation d'aide. Donc, on va parler de l'échec de l'IAD pour les praticiens de la santé mentale et de la relation d'aide. فقط مثل ما قال لي حتى واحد اسكو لو سون راه يخرج مليح والصورة كذلك، مانيش عارف اسكو سا مارش بيان او با. عمي طلعو دي جون بصح مكتبتوليش ميساج اسكو الصوت مليح ولا نو لا ادري كيس دي سبا. من فضلكم فقط اللي راه يتبع معنا يكتب لي ميساج اسكو الصوت راه مليح او با، على باليش. واستاذ صالح اذا راك معنا سيلو بلي اسكو نبدا ولا ننزل نستناو شويه على حساب عدد المتابعين، لا ادري.
مازال ما سمعتش زين. ندير عم تبعو سيفو بلي، يقولوا لي برك اسكو الصوت تاعي راه يخرج مليح مفهوم او لا، خاطر ما مشي يطلعوا لي ميساج، ما مشي يطلعوا لي هنايا مش اسكو كاين واحد راه يكتب صالح. العدد راه يطلع مليح، ولكن ما عندي حتى رساله تقول باللي الصوت مليح ولا ماشي مليح. احتاج اليك صالح تقول لي اسكو صاب ماخش بيان او با، اسكو لو سون مليح. صالح ملحقنيش الميساج تاعك، ما على باليش اسكو vous êtes occupé peut-être، vous n'êtes pas disponible. سينو اي واحد يقدر يقول لنا، اي واحد يقدر يقول لنا اسكو الصوت راه مليح ولا لا. باش نبداو المحاضره تاعنا فيما يخص اهميه الاشاره اليدين. حنا باش نشوف سي فاي ما على باليش بلا دونك. الصوت صالح يقول لي بلي الصوت جيد، بصح الميساج مو يلحقو عندي انايا لهنا. بون سانسيرمون جو سي با بوكوا. لا ليسونسيال فينالمون الصوت راه مليح والعدد راه 22. اظن انني رايح نبدا التدخل تاعي. كنا هذا بدو يبانو. السلام فاطمة الطرلة، وي هذا بدو يبانو لي ميساج. داكوغ تخي بيان. دونك رايح نعملو نوعا ما على أهمية الإشراف العيادي فيما يخص فيما يخص كيفاش نقولو كيفاش فيما يخص عمل المساعدة. مش على راكم ملاحظين راني مقلبي شوية، راني une journée difficile chez moi. Il y a une fièvre avec une grippe. L'idée est qu'il y a une chouette à l'abel. Mais nous pouvons quand même dire quelque chose dans ce sens. Et nous espérons que vous puissiez faire avec vous bien aussi. Nous pouvons répondre à vos questions. Donc, nous essayons maintenant de... Oui, Salah. Oui, Salah, nous avons fait un jour très difficile. لانه كانت عندي ان فخت فيه، وكان عندي برنامج عمل كان ما كانش قادر نتعطل على العمل. كنت انجاجيت مع مواعيدي تو، دونك عملت وانا مريض. اي بي مام بارابور للمحاضره هذه مهم جدا بوسي اننا نديروها. دونك شكرا جزيلا صالح. فيما يخص الاشاره العيادي بالنسبه ل الإشارات العيادية بالنسبة للمختصين في العلاقة بالمساعدة والمختصين في مجال الرعاية والصحة النفسية. بالينت، ما نعرفش اسكو تعرفوا بالينت، هو طبيب نفساني بريطاني عنده هذه المقولة مشهورة جدا. يقول بالينت لو مالاد مو في مال لا او جو سوي ديجا بليسي. لما نلتقي lorsqu'on rencontre les patients nos patients، لما نلتقي بالمفحوصين بالناس اللي يطلبوا المساعدة تاعنا راح نلقاهم، ولكن نلقاهم أوصي بتاريخنا بأجزاء كبيرة من ذواتنا. لذلك المختص النفسي أو المختص في علاقة المساعدة لا يرتكز فقط على المعارف تاعو لتفحص الإشكالية أو فهم الإشكالية، وإنما سيرتكز كذلك على ما يشعر به تجاه هذه الوضعية. فهذا الطابع اللقاء بين الفاحص والمفحوص، بين الذي يقترح المساعدة والذي يحتاج المساعدة. هناك شكرا دكتور محداد، شكرا جزيلا. هناك
هناك الجانب المعرفي، ماذا نعرف في 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 مجال الأمراض النفسية، في مجال الاضطرابات النفسية، في الإشكالات العلائقية، وكذلك كيف سيؤثر، كيف سنتأثر نحن عندما نلتقي هؤلاء الأشخاص الذين عاشوا معاناة كثيرة وعاشوا إشكالات كثيرة في الحياة، لأنه في هذا اللقاء الإنساني سيلتقي إنسان اللي هو المعالج، اللي عنده تاريخ، اللي عنده مشاعر، اللي عنده انفعالات، سيلتقي بهذه الإشكالية تاع المخلص. وهذا ما أطلق عليه موني الكايم لي ريزونونس، سا ريزون أو موا، سي روسونتي بلوز أو موا كونسيون. أشياء تحدث لدينا، لا تحدث لدينا بداخلنا عندما نلتقي هذه الإشكاليات. هذه الأحساسات التي نشعر بها قد تعيق العمل العيادي أو العمل العلاجي. لذلك فمن مهم جدا أن المختص النفسي أنه يهتم بهذا الجانب، يعني الجانب الشخصي، الذي في غالب الأحيان في الجزائر نحن ما نعطيوش أهمية كبيرة، نركز كثيرا على الجانب التقني، على الجانب المعرفي للمختص النفسي. المطلوب كثيرا هو أننا نتعلم بعض التقنيات العلاجية، أو كذلك نركز كثيرا على لو سافوار اي لو سافوار فير، ولكن لا نهتم كثيرا، اون دون با اسي دامبورتونس ا تو سكي لو سافوار اتر، كيف ماذا اعرف عن نفسي، وكيف الى اي مدى اعرف نفسي، وهل استطيع ان في ظروف صعبه لما تلتقي اشكاليتي باشكاليه المخلوص، هل استطيع ان احافظ على ما يسمى بال لو كير جيفينغ، هذه وظيفه المساعده، ان دونور دو سوان، un psychologue ou un psychiatre ou un orthophoniste ou un éducateur ou un pédagogue. Merci beaucoup Nadia, يعطيك الصحه. هو un donneur de soins. فقد نستطيع ان نفقد، هذه الوظيفه اذا كان الشيء الذي نشعر به عندما نلتقي بالمفحوصين انه ديستابيليز، لانه il nous déstabilise dans le sens où ça mobilise en nous une fragilité importante. يعني راح نتوشيو اشياء هشه في ذواتنا اللي راح ما تخليناش نقدروا نكملوا في وظيفه le caregiving، الوظيفة le donneur de soins. سنفقد هذه الوظيفة لأننا لما lorsqu'on est affecté، لما نكون blessé، لما نكون موجوعين، ما نقدرش نفكر. lorsque je suis blessé، la réflexion، la pensée devient difficile. ولما bonsoir Annie، merci beaucoup. ولما يكون هذا المختص النفسي مثقل بالمشاعر التي يحملها من تاريخه ولا يعيها، فهذا سيعيقه في أدائه المهني وفي فعالية التدخل، لأنه كل ما يحدث داخل العلاقة العلاجية، جزء منه معرفي والجزء الآخر انفعالي. لذلك حاليا في أغلبية الدول المتطورة نوعا ما، الأوروبية مثلا، بالنسبة للأخصائيين في علاقة المساعدة مجبرون على الإشراف العيادي باش يقدروا يكملوا هذه المهنة تاعهم. هم مجبرين على عدد معين في السنة من الإشراف العيادي لكي يستطيعون إكمال هذا المسار. دونك المسار، يعني لأنه الصعوبة الكبيرة هي أنه كيف نستطيع comment peut-on continuer à être thérapeute.
Le plus important, c'est cette amitié quand même qui coûte cher, qui coûte cher. وتعرضنا تعرضنا نحن كمختصين نفسانيين او في علاقات مساعدة، تعرضنا ليزور دو كومباسيون. لا ادري كيف اقول بالعربيه ليزور دو كومباسيون، لانه الناس بزاف يجيبون اشياء متعبه جدا واشياء صعبه جدا، هذا سيؤثر فينا، وخاصه اذا كان نحن اصيب في تاريخنا. هناك اشياء صعبه جدا لم تصعد على مستوى الوعي، لذلك سيسمح الاشراف العيادي باستقبال انفعالات الممارس، accueillir les émotions des professionnels. C'est ça l'objectif de la supervision. C'est comment accueillir les émotions du professionnel et tenter d'accompagner la remise en circulation de la pensée. لماذا؟ لأنه ne pas évoquer les émotions empêche la réflexion. La pensée empêche la pensée. وإذا كان المختص النفسي يعيش صعوبات انفعالية وإشكالات على مستوى النفسية تاعو، فهذا سيصعب من مهمته في مساعدة المفحوص، وخاصة إذا فقد هذه المهمة تاع لو كير جيفينغ، لأنه هو أوسي كما قلنا بالينت لو مالاد مو في مال لا او جو سوي ديجا بليسي. إذا كان اوني بليسي، إذا كان احنا مجروحين ولا نعي هذا الجروح التي نحن عشناها في ماضينا في تاريخنا، فمن الصعب جدا أن نساعد الآخر ونحن نتألم. لذلك الهدف الأساسي من هذه اللقاءات، اللي هي في الحقيقة في تصوري أنا على الأقل هي أكثر من ضرورية، ولا أستطيع، أنا حاليا لا أستطيع أن أتصور أنني أعمل بدون إشراف عيادي، لأنه هذه الفضاءات الزمنية هي التي قد تجعلني أستمر في العمل ولا أنهك نفسيا، وأذهب للعمل وأنا في كامل طاقاتي النفسية والجسدية. دونك لا سوبرفيزيون ستيمول لو ديفلوبمون بروفيسيونيل اي بيرسونيل اي امين لو سوبرفيزي ا سانتيجوجي سور سيز اتيتود سي بارول سي بيرسبسيون سي ريزونونس اي سيز اكسيون. لأنه مهم جدا في بعض الأحيان يقولون بعض المختصين في حصص الإشراف العيادي أننا لا نشعر بالارتياح لما يجينا المفحوص إكس ولا إيكغيك ولا وراء هذا الإحساس السلبي السيء، هناك مشاعر مدفونة لم يستطع المختص تحريرها، وهذه ستعيقه في أدائه المهني، في أدائه أنه يجعل من هذا اللقاء لقاء مؤسس ليساعد المفحوص على إيجاد تصورات جديدة للواقع، للعالم، للعلاقات، للمستقبل. دونك elle favorise l'intégration de l'expérience et l'intégration des apports théoriques. كذلك la supervision clinique تخلينا نديرو الارتباطات بين الجانب النظري، صعوبات، وتعطينا فكرة على ما الذي يحدث عندنا، حيث أننا لا نستطيع في بعض الأحيان يقولون المختصين في لا سوبرفيزيون، قلنا بلي انك اتحكم جيدا في الجانب النظري، الا انه مع هذا المفحوص خاصه لا استطيع ان لا اشعر بال لو كونفور دو ثيرابوت، وهذا ما يجعلني لا استطيع ان اتعامل معه بطريقه جيده. في غالب الاحيان اذا كان المختص لا يعمل بما فيه الكفاية على هذه الإحساسات، فإنه لا يستطيع أن يعمل أبدا مع المرضى أو المفحوصين أو مستخدمي المساعدة.
لذلك بيون يقول لك ce qui permet au supervisé de constituer lui-même comme un appareil à penser les pensées. Alors, هنا في la supervision يصبح le supervisé وكأنه جهاز يفكر فيه يفكر في تفكيره يفكر في تفكيره un appareil à penser les pensées. Bien, يقول هكا. وهذا شيء مهم جدا انه كذلك نحن كمختصين نفسانيين او كمتدخلين في علاقات المساعده جو بونس كو مهم جدا اننا نهتم بهذا الجانب لانه لي فرونسي ديزي شاريتي بيان اوردوني كومونس بار سوا ميم دونك صعب جدا اننا نساعد الاخرين دون التفكير في مساعدة ذواتنا لأنه مهم جدا أننا كاين نوع من الولاء loyauté envers notre histoire aussi لذلك مهم جدا أنه نعمل على هذه على هذه الـ هذه الـ على الـ على مستوى إعطاء أهمية لهذه الفضاء الزماني لسباس تون دو لامبورتونس داميناجي دو نو ستركتور دي تون اي دي اسباس او لي بروفيسيونيل بوف سو بارلي بونسي اي او فينال بروبوزي ان اكومبانيون دو كاليتي اي ريزيليان سورتو لماذا لانه صعب جدا صعب جدا اننا نحن دائما في لقاءاتنا مع المفحوصين on rencontre la souffrance on rencontre la difficulté je pense qu'un psychologue ou un psychiatre ou un orthophoniste لما يلتقي بالأولياء بالمراهقين بالأطفال في غالب الأحيان يأتون عندنا الناس اللي عندهم دي grandes souffrances عندهم إشكالات كبيرة والخطر في أن نتعرض دائما لهذه لي بلانت لهذه الشكاوي النفسيه والاشكالات تعدي عنف غضب ايذاء الذات ايذاء للاخر عنف قلق اكتئاب هذا الشيء يخلينا دائما نفقد جزء من انسانيتنا لانه في غالب الاحيان يجونا وضعيات اكستريم بارفوا دي سيتياسيون اكستريم اللي راح تنقص نوعا ما من انسانيتنا ولذلك فالمختص النفسي المختص العقلي المختص الارطفوني المربي البيداغوجي اللي يعمل في علاقه المساعده هو دائما بحاجه الى تحرير هذه الانفعالات للعمل عليها ومن اجل ان يستطيع ان يستمر في انه سيستمر في هذه يستمر في هذه المهمة في هذه المهنة لأن هذه المهنة تطلب الكثير من الإنسانية تطلب الكثير من التعاطف الوجداني الواعي لومباتي تتعاطف لو ترانسفير لو كونتر ترانسفير على بسيكاناليز aussi ça c'est très important oui je suis tout à fait d'accord avec vous les supervisions sont des espaces où les thérapeutes peuvent se dire et déposer leur fardeau professionnel et même personnel je pense Annie et même personnel le fardeau professionnel c'est par rapport à la difficulté peut-être de la structure d'accueillir des difficultés mais aussi personnel à mon sens c'est un espace aussi de déposer des problématiques familiales personnelles professionnelles aussi mais لانه شكرا شيماء شكرا جزيلا شيماء ميرسي بوكو لانه مهم جدا انه نكونوا à la hauteur des attentes de nos patients وباش نكونوا à la hauteur des attentes de nos patients نحن بحاجه الى تطوير des mécanismes de résilience Je pense que développer des mécanismes de résilience نطور كفاءات كبيرة في الإرجاعية أو المرونة أو الصلابة يتطلب عمل على الذات لذلك أقول أنه أغلبية الآن أنا حاليا لما ألتقي
شكرا أستاذ دكتور شريف هواري، شكرا جزيلا. الأغلبية المختصين النفسانيين الذين ألتقي بهم في الأيام الدراسية في الأيام التكوينية يجهلون أهمية هذه الفضاءات. سي بور سيت ريزون كنت اقترحت على الأستاذ صالح هذا الموضوع، وكان أوصي يعني قال لي باللي هو حقيقة الموضوع مهم جدا، لأنه لو أننا نشوف يعني البلدان مثلا الأوروبية مثلا أوبليجيو صديق إجباري أنه المختصين والممارسين يجوزوا على هذا لو ديسبوزيتيف ديسبوزيتيف دو لا سوبرفيزيون. دونك ميرسي حورية، ميرسي بوكو. دونك سا سي امبورتون أنني نأكد، لأنه الآن فضاءات في الجزائر، الفضاءات تاع السوبرفيزيون أقول تقريبا منعدمة وغير موجودة. لذلك إيبوي البعض القليل اللي خدمنا اللي قدروا أنهم يستفادوا من هذا الفضاء كانوا منبهرين بالأهمية تاع هذه الفضاءات، تاع الفضاءات أنه فضاءات مثل فضاءات الإشراف العيادي. وفي الحالات العيادية، كاين واحد هنا راه يتحدث على الحالات العيادية، لما نعملوا إشراف عيادي أغلبية الإشكالات التي تعيق المختص النفسي والمختصين الآخرين بيان سور ليست إشكاليات تقنية أو معرفية، وإنما هي إشكاليات نفسية لا واعية، لم يستطع أن يتحرر منها المختص. لذلك فهو يرتكز على ولاءات غير مرئية، وتلك الولاءات المرئية تعيقه بطريقة لا واعية ومتكررة repetitive inconscient، على عدم مساعدة المريض أو المفحوص بطريقة فعالة. لذلك ففي تصوري أنه كل مختص نفسي بحاجة إلى، مو مختص نفسي أو مختص في علاقة المساعدة، بحاجة إلى الالتحاق بمجموعة الإشراف العيادي. قد تكون هذه المجموعات متكونة من 8 إلى 12 فرد، هذو الأفراد يسير السوبرفيزور، مشرف عيادي هو اللي يسير الاجتماع. وفي غالب الأحيان يندر إشراف عيادي واحد في كل 3 إلى 4 أسابيع، يعني إشراف عيادي واحد في الشهر لمدة سنة كاملة، يعني 12 إشراف عيادي في السنة، مهم جدا. وقد حاليا كاين هناك البعض الذي يحب كيفاش نقولوا يديروا اونلاين، كاين اللي يديروا اونلاين وكاين اللي يديروا الحضوري، ولكن في تصوري ان الحضوري اهم، ولكن في تعذر لي ديبلاسمون ولا اللي كاين عندهم اشكاليات في التنقل ليتو يقدروا يديروه اونلاين اوسي. سي فريمون انتريسون. لذلك أنا أقترح على المختصين النفسانيين البحث عن مشرفين عياديين لديهم تجربة عيادية معتبرة باش يرافقوهم في أدائهم كمختصين نفسانيين اي غاستي بسيكولوج، ستادير اتر بسيكولوج اي غاستي بسيكولوج بوندون لونتون. لأنه أغلبية وكان تلاحظوا مليح أغلبية المختصين النفسانيين الآن بطريقة لا واعية يبتعدون عن الممارسة العيادية، لأن الممارسة العيادية الممارسة صعبة جدا، والكثير الكثير الكثير منا الكثير منا لا يتحمل هذه الظروف. هل المرونة هنا هي المبالاة؟ جامي. لا ريزيليونس سي ني با لانديفيرونس.
La résilience, c'est un processus très complexe. C'est de rebondir après un trauma. Ce n'est pas l'indifférence. ليس للمبالاة. بالعكس. كيف أستطيع أن أحافظ على كيف أستطيع أن أحافظ على قدرتي على التفكير، على الإرسان، وأنا أسمع أشياء صعبة جدا؟ كيف أستطيع أن أطور قدراتي، أحافظ على تفكيري وأنا أسمع أشياء صعبة جدا؟ كيف أستطيع أن بعد الحصص أن أحرر هذه الطاقة السلبية التي تنهش من إنسانيتي في علاقة آمنة مع المشرف العيادي، لكي أستطيع أن أستمر في الحياة وأستمر في مساعدة الناس اللي تعاني. Ce n'est pas l'indifférence. La résilience, ce n'est pas l'indifférence. C'est rendre les émotions conscientes et puis travailler sur la prise, cette prise de conscience de notre histoire, nous, en tant qu'intervenants. ما هي الخطوات المنهجية للقيام بالإشراف العيادي؟ جيد، سؤال مهم جدا، مهم جدا. هو أنه في غالب الأحيان الإشرافات العيادية تندر في مجموعات صغيرة، في مجموعات صغيرة 8 أشخاص إلى 10، قد يصل إلى 12 شخص، يسيرها مشرف عيادي ذو خبرة وكفاءة في مجال العلاج النفسي وفي مجال العلاقات الإنسانية. مهم جدا هذاك الشيء يكون متكون بطريقة جيدة في هذا الجانب، ويحاول أنه ينطلق من وضعية عيادية حالية، وضعية عيادية حديثة وحالية فيها إشكالية، فيها إشكالية. وهذا هذه الوضعية العيادية قد تعني بعائلة أو بملاحق أو بطفل أو بمفحوص راشد. والإشكالية هذه المختص ولا الممارس لا يعي ما الذي يحدث، لماذا لا تتقدم الأمور، فيقوم بعرض الوضعية العيادية، ثم بحث تساؤلات الممنهجة جدا و سيبلي دي كيستيونمون سيبلي دو لابار دو سوبرفيزور. سا يحاول المشرف العيادي أن يجد ارتباطات بين تاريخ الحالة، إشكالية الحالة، وتاريخ الفاحص، لأنه في غالب الأحيان الإشكاليات التي تعيقنا في التطور داخل العلاقة العلاجية هي إشكاليات شخصية لا واعية، انفعالات، إحساسات في غالب الأحيان مزعجة غير مريحة، تثيرنا من الداخل، تفقدنا ما يسمى بوظيفة لو دونور دو سوان، ستفقدنا هذه الوظيفة، لأن لوسك لو ثيرابوتي إيتي باربيي، إل نو بو با كونتونير لوتر. أني دي كو لو ثيرابوت، لي ثيرابوت نو سون با دي سوبر زوم ني دي سوبر فام، إل ديمور دي زيتر زومان، سي سا. وخاصة سيرتو أني جو بونس كو Ce n'est pas par hasard qu'on est psychologue, qu'on est spécialiste de la relation d'aide. Je pense qu'on est quelque part lésé, lésé par notre histoire. Et je pense que notre sensibilité qui nous a poussé à être dans la relation d'aide, et si on ne travaille pas cette sensibilité, je pense que ça sera difficile d'accompagner les gens qui souffrent. D'où l'intérêt d'un travail important sur la dimension savoir-être. أني تقول بلي المختص النفسي، المختصين، المعالجين ليسوا أناس إكستراوردينار، ماهمش آلات، هما عباد كي هما كي الآخرين، لذلك هم بحاجة كذلك للعمل على العمل على ذواتهم من أجل المحافظة على إمكانية المحافظة على لا كاباسيتي، القدرة على مساعدة الآخرين، لأن لما نكون في وضعية
مفككة، ولا في وضعية صعبة، ولا في وضعية عدم انسجام، ولا ما كاش انسجام بين التفكير والإحساس والمشاعر. فهي الصعوبة علينا أن نجعل المفحوص يعيش هذا الانسجام الذي يبحث عنه عندما يأتي إلى المعالج. دونك كما قلت، في الواقع تاعنا حاليا أغلبية المختصين النفسانيين ولا المعالجين بصفة عامة لا يعطون أهمية كبيرة لهذا الجانب. لذلك اليوم حاولنا أننا نقترحه. وفي الحقيقة في كي نديروا لي سوبرفيزيون، عندنا بعض التجارب في الجزائر العاصمة، عملنا في كذلك في عدة مناطق من الجزائر، درنا لا سوبرفيزيون. هي فرصة كذلك لتفحص الجانب النظري والجانب العملي والعمل على الذات. دونك في لا سوبرفيزيون هناك جوانب مهمة جدا نعمل عليها، ستادير d'une pierre plusieurs coups. Dans la supervision, on touche à tout ce qui est théorique aussi. نعرج على كل ما هو نظري، aussi tout ce qui est pratique ou pratique. وكذلك surtout le travail sur soi. Donc auto-psychanalyse. لا أدري. Ce n'est pas auto. Auto, d'ailleurs, auto, c'est ذاتي. Non, là, c'est ماشي ذاتي، علائقي. لأنه الإشراف العيادي نيسيسيت اون ريلاسيون. D'ailleurs, le titre de mon intervention, c'est la relation au service de la compétence, au service de l'humain, la relation au service de l'intervenant. C'est-à-dire, la supervision clinique, elle se fait dans le lien. Et autopsychanalyse, je ne sais pas ce que ça. On peut utiliser le terme autopsychanalyse, mais ce n'est pas automatiquement psychanalytique. On a fait l'Ishraf l'Ayadi avec une autre nadariya. On a fait une nadariya siyaqiya, une nadariya nasaqiya, une nadariya ma'rifiya. Je ne sais pas si chacun d'entre nous a une ma'rifiya soulukiya. كل مشرف عيادي يستعمل المقاربة التي يرتاح فيها. دونك هو سي لا بريز دو كونسيونس. نعم، هو سي لا بريز دو كونسيونس، لو ترافاي سور سوا. وي، لكي نكون واعي بما أحمله من مشاعر، ما أحمله من إحساسات، ما أحمله من كدمات، من صدمات. وهذا الشيء يجعلني أدخل في مغامرة العلاقة الإنسانية بأكثر أريحية وبأكثر وعيا، لأن هذه الأريحية ce confort mis le patient dans des conditions favorables pour l'émergence de la réflexion aussi. لما نكون أنا كمعالج في ظروف نفسية لائقة، هذه الظروف النفسية ستساعد المفحوص على أنه يكون كذلك في ظروف جيدة. دونك هذا هو الشيء المهم. دونك نو سو ني با اوتو وي سي 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 لو ليان ريلاسيونيل افيك نو بير كي سير دو ميروار. تري جو سوي تري داكور افيك فو اني. سو ني با اوتو، سا سير ا ريان جو ديري. Je pense que l'injustice est faite dans le lien. La justice aussi doit se faire dans le lien. Donc, on est lésé dans le lien. Je pense que la reconnaissance, elle doit être aussi dans le lien. Donc, moi, je suis d'accord avec vous. Auto-analyse, non. Je préfère que utiliser ce terme de miroir, qui sert de miroir. Ouais. Ça, c'est très, très intéressant aussi. Et je pense que وجود هذه العلاقة، لأنه المختص النفسي الذي لا يستطيع أن يعبر عن مشاعره، أن يعبر عن أحاسيسه، عن إشكالياته، لا يستطيع مساعدة الآخر على أن يتحدث عن إحساساته، عن مشاعره. Donc un psychologue ou un thérapeute qui ne parle, qui n'exprime pas ses émotions, va pas pouvoir aider un patient pour s'exprimer des émotions. Donc
Je pense que c'est très très important أننا نفكر نحن كممارسين كمختصين أن نفكر في نفكر في ما يسمى بهذه الفضاءات المهمة جدا. هل كل وأي مقاربة تؤدي إلى نفس النتيجة في هذا الإشراف؟ نو 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 كل مقاربة، مثلا التقيت مؤخرا بمشرف عيادي يعمل الإشراف العيادي بالتناول المعرفي السلوكي، يختلف اختلاف كلي على ما أعرفه أنا في الإشراف العيادي بالتناول السياقي ابروش كونتكستويل. ففي إشرافه العيادي يركز على الوضعية العيادية بعيدا عن انفعالات الفاحص. أما في الإشراف الذي أتحدث عنه الآن هو محاولة إيجاد ان بون بين ما يعيشه المختص النفسي تجاه المفحوص وما يعيقه لوجود هذه العلاقة المؤسسة. هل المشرف العيادي يجب أن يتعامل مع المعالجين الذين بنفس المقاربة العلاجية أو يستطيع أن يدعم مع جميع المقاربات؟ كيستيون تري انتيريسونت. صراحة على بالك احنا في الجزائر مازال ما عندناش أغلبية المختصين مثلا النفسانيين ما يعملوش بمقاربة معينة، لأنه غياب التكوين في العلاجات النفسية العميقة جعل المختصين النفسانيين يأخذون من كل حديقة زهرة، ف ما همش ما همش on n'a pas une spécialisation. في الجزائر ديزولي يابون مازلنا بعاد نوعا ما على هذا العمل العميق اللي تحدثت عليه صالح. مثلا واحد يقول لك انا معالج نفسي بالتناول مثلا المعرفي السلوكي ودرت تكوين تاع اسبوع، يقول لك انا نعمل العلاج نو سوني با كوم سا. لما نتحدث عن العلاج النفسي بمقاربة معينة، هذا يتطلب سنوات وسنوات، من 3 إلى 5 سنوات دراسة معمقة في التناول. هنا نستطيع أن نقول هذا معالج نفسي. أنا التقيت مؤخرا ببعض المختصين والمختصات يكتبوا في لاكارت فيزيت تاعهم معالج نفسي، هو في عمره 23 سنة أو 24 سنة، يقول أنا معالج نفسي. متى درس العلاج النفسي؟ متى عمل على الذات؟ متى؟ لا أدري، لأنه هذو مغالطات وما ما على بالهمش. بصح ما عندناش ضوابط، ما عندناش ميثاق المختص النفسي. لذلك أغلبية ميدان العلاج النفسي في الجزائر هو ميدان متأخر جدا جدا جدا. والجامع، وفي الحقيقة هذه ماهيش مهمة فقط الجامعة، بل مهمات لي زانستونس واحد اخرين، لي زاسوسياسيون، لي سوسيتي دو سبيسياليزي دو بسيكولوجي اي دو بسيكياتر. دونك نعم، من الاحسن انه يكون المشرف العيادي في نفس المقاربه التي يعمل عليها المختص، ولكن هذا غير متاح سنسيرمون صالح. الان انا اعمل مع اقترح بعض الاشرافات العياديه لمختصين نفسانيين بدون مقاربه معينه. اغلبيه المختصين في الجزائر يعملون بدون مقاربات، يعملون هكذا في الجانب العيادي، ولكن لما تسألوا ما هي المقاربة التي تعمل بها يقول لك نخلطها كاع انتيغراتيف، كي شغل انتيغراتيف، واحد يقول لك انساني واحد، ولكن ما كانش دراسة معمقة، لأنه غير متاح. التكوين طويل المدى في العلاجات النفسية في الجزائر غير متاح، لذلك نحن نتخبط في هذه الإشكالية في هوية المعالج النفسي وهوية المختص النفسي. أستاذ، هناك أصحاب تنمية بشرية ويسمون أنفسهم معالجين. بيان سيغ، تلقاو أن إسباس، أنا ما نلومش عليهم. بقى لقاو أن إسباس، لقاو فضاء فارغ، لقاو فضاء فارغ، لذلك هما يعملون ما يشاءون. أو نيفو دو لوبيتال، أون جينيرالمون، لا فونكسيون بيبليك
ne prévoit pas un budget formation. Ouais, نعم حوليا. هذا واش كنت نحكي، ما كاينش. دونك جو بونس كو المختص النفسي سي 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 il va dépenser de son propre argent. دونك واي نعم كاين مشكلة كبيرة. نعم أصلا من حروف ستفتح عيادة خاصة بعد الليسانس مباشرة دون عمل ميداني. واي نعم أنا أوافقك فاطمة مرزق، لأنه ما ناش فاهمين. On est dans les premiers pas. On tâtonne en Algérie par rapport au métier de psychologue et de psychothérapeute. On est au début, on est dans les prémices. نحن في البدايات، لأنه نعم وضعية غير عادية، لأنه مينيموم ام ماستر مينيموم، هذه ده ما كانش والو، بالإضافة إلى تكوينات متخصصة وعمل على الذات نعم بطريقة هذه. واش رانا نتناولو في جامعاتنا؟ نو، في الجامعة هي غير مسؤولة وحدها. الجامعة هي مسؤولة على التكوين النظري، فلي سوسيتي، لي سوسيتي باغ اكزومبل كيما لا سوسيتي باريزيان دو بسيكاناليز، لاسوسياسيون بلج دو سيستيمي، هادو لازم مختصين وي يتحركوا دون سو سونس. الجامعات الجامعة هي في الحقيقة تقترح تكوين نظري وفي الجانب هذا باش نكونوا منصفين. إشكالية المستوى في الجزائر ماشي غير في علم النفس، في الطب، في الهندسة، في الطيران، في كامل المجالات، يعني باش نكونوا صادقين وما نكومبليكيوش لي شوز. الآن أنا أظن أنه الناس اللي تحب هذا الميدان هما اللي راح يروحوا بطريقة جيدة ويروحوا يطوروا أشياء. الأشياء إحنا درسنا في الجامعة الجزائرية كملنا. دونك جو بونس كو الاختلاف هو المجهودات اللي كل انسان يقدر يديرهم باش يحسن من الاداء تاعو المعرفي. دونك سي فري كون الجيري اون ان غون بروبليم دو فورماسيون دو بسيكولوج، سورتو بارابور او فورماسيون كونتينيه، ستادير بوست اونيفرسيتير. اون ا با اون في اون اي اوبليجي دو بارتير اون فرانس او اون بلجيك بور فير دي فورماسيون، فير دي فورماسيون سبيسياليزي او دي ستاج اي تو. دونك ce n'est pas donné à tout le monde aussi de se déplacer. Sur le plan financier, ce n'est pas évident, c'est très cher. Bon, خاصة اللي يديروا دورات تكوينية، نو بصح دايما نسمع هذه الكلمة، خاصة اللي يديروا دورات تكوينية كارثة، المهم المال. نو، ما تخليش. جو بونس كو لو بسيكولوج مينيموم في عمره 24 سنة ولا 25 سنة قبل ما تروحي للتكوين. ما ريا جو بونس. طيب تروح للتكوين لازم تسقسي على المكون شكون هو، لازم تسقسي واش هو المحتوى، لازم ما تروحيش غير هكاك برك، لازم تسقسي. هناك دورات رائعه جدا تقام، اني اوكي بروبليم، ولكن يقولوا لي بلي الناس تحب المال. سي نورمال، الانسان اللي يتعب لازم ينال ولازم يدي، سا سي كلير، اني اوكي بروبليم. مي المختص النفسي ما يروحش برك هكا يقول لك رحتوا والناس تحوس المال، ما نروحش للناس اللي ما عندهمش كفاءة، نروح للمكونين اللي عندهم كفاءة عيادية، عندهم خبرة مهمة، وأنا راشد ما يقدروش لا أدري. ليسونسيال جو بونس كو بوجمع أستاذ مولد، إذا تم طلب الخبرة المهنية باش تفتح عيادة هنا لازم تكون توفير مناصب عمل في المستشفيات كما الأطباء عندهم مدة معين يخدموها من بعد واحد. وي مي وي جو سوي تو افي داكور، بصح بوجمعة الميدان النفسي معقد جدا اكثر من الطب الجسدي. الممارسة النفسية معقدة جدا، فاقول انه 5 سنوات او 6 او 7 غير كافية، لانه مختص جون تري جون 24 25 ans il se retrouve tout seul avec un patient dépressif par exemple ou la psychotique ou la en décompensation. نظن انه الميدان النفسي معقد جدا. يفو با ما ظنيتش بلي ما لازمش ندو نغامروا. فوالا الان انا يجي جون دي موش عندي طلبه في الماستر او يقول لك بلي انا حاب نفتح عياده، مسؤوليه كبيره جدا. انا نفضل انه نروح يعمل بينيفولمون في جمعيه ولا في مستشفى
يدي خبرة أكثر وأكثر ويدي تكوينات أكثر وأكثر، ثم يفكر في الانستالاسيون دون لو بريفي دون لو ليبرال، لأنه أقول أنه أنا أسمع أشياء مرعبة، أسمع أشياء تحدث بطريقة صعبة جدا. مختصين نفسيين يديروا الحجامة، مختصين نفسيين يديروا المساج، مختصين نفسيين يديروا بعض الأشياء الغريبة جدا التي لا ليس لها صلة بأي بالجانب العيادي. أشياء يديروا دي مساج في على مستوى البطن، يديروا دي مساج على مستوى الرأس، يديروا حجامة بالجافة. واحد اليوم قالت لي، رحت عند بسيكولوج دارت لي الحجامة الجافة أو لا أدري ما نعرف، هذا مش عمل تاعنا. لانه الناس اللي من الجامعه ديريكتومون للعياده ما يسون ميم با ان ميم با ان بريز دو كونسونس كي فون دي ديغا، ما على بالهمش، لانه ما عملوش في المستشفيات كما قلت مسيو، ما عملوش شكرا فاتح، ما عملوش، ما كانت عندهم تجربه جيده.